التواصل يستمر ومستمرون في انطلاقات صباح هذا اليوم، خامس أشواط هذه الفترة، خامس أشواط هذا الصباح، خامس أشواط الفطامين. المشتركات ينطلق يحمل الأبكار، يحمل شعارات وطموحات وآمال من هذا السن إلى السباقات إلى السنين القادمة. عموما على كل حال، أبحر في عمق الميدان والشواهين، علي بن حمد بن عامر العامري على مقدمة الشوط، تليها الشاهينية أحمد بن راشد بن عبد الله المزروعي على المركز الثاني. المركز الثالث تدخلت الشاهينية، مطار بن يمع بن عيد بن يمع الفلاسي على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت للشواهين، سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري يتقدم في هذه اللحظات، والخامسة هناك. أيضا تدخل في هذه اللحظة حضور أحمد بن عيلان بن بخيت بن كراز. هذه النتيجة للمراكز الأولى في شوطنا الخامس. الأبكار في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق، الفطامين وانطلاقتها وتحدياتها، عوده إلى المركز الأول، عوده إلى العامري العامري، علي بن حمد بن عامر العامري على المقدمة ما شاء الله، اللي انفردت شواهين ما شاء الله، أداها جميل، انطلاقتها رائعة، أداها وتحدياتها وكل ما فيها جميل للغاية. شوف الاندفاع في هذا الانطلاق، وأيضا بالمقدمة بن سالمين على المركز الثاني الحميري، الحميري يتقدم سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري، ولكن شواهين على مقدمة الشوط، شواهين على المركز الأول في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق على المقدمة على المركز الأول. علي بن حمد بن عامر العامري عيناوية صباحية جميلة، تهانينا على فوز شواهين وأداها الجميل. بينما المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدي الأعزاء، سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري، والمركز الثالث حضور لأحمد بن عيلان بن بخيت بن كراس سبوسي. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الاندفاع والانطلاق. عودة إلى التوقيت دقيقتين واثنى عشر ثانية، ما شاء الله التوقيت الأفضل، عداها يأتي بانطلاقة جميلة ويهلها إلى التوقيت دقيقتين واثنى عشر ثانية. راعي شواهين تهانينا لك على هذا الفوز، علي بن حمد بن عامر بن علي العامري على فوز شواهين وأداها الجميل.